بعد انتخابه رئيسا لاتحاد القدم، وضع عزة آمال كبيرة على رسم مستقبل كرة القدم السعودية، وما أن تربع على كرسي الرئاسة أجبر على العودة للوراء مع أعضائه في حل معضلات مالية وإدارية متراكمة من الاتحاد السابق غيرت الكثير من خططهم التي كانت ستطبق خلال هذه الأيام. عقد المدرب السابق الهولندي ريكارد وعقود مدرب الدرجات السنية لمنتخباتنا الوطنية ومكافآت منتخبنا الشاب الذي تأهل لكأس العالم وما بالغ لمدربين سابقين لم يوفي بها الاتحاد السابق، جعلت من موقف الاتحاد الحالي صعب وحرج، مما جعلهم يتحركون جديا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه ومحاولة عدم إيقاف التعاملات الرسمية المالية لاتحاد القدم أو تعطيل أمور إدارية مستقبلية. الأمر لم ينتهي عند هذا الحد، لأن الاتحاد السابق أوقع الاتحاد الحالي في أزمة عقد القناة الناقلة والدفعات المالية التي قيل أنه تم استلامها في أوقات مبكرة وتم صرفها. هذه الإشكاليات لم يجد لها نهاية، فإن اتحاد عزت في موقف لا يحسد عليه، وربما أن هناك طرق ستسلك لحفظ الحقوق المهدرة.